من دعا لإخوانه. قال الإمام الكاظم عليه السلام: من دعا لإخوانه من المؤمنين وكل الله به عن كل مؤمن ملكا يدعو له، وما من مؤمن يدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلا رد الله عليه من كل مؤمن ومؤمنة حسنة. منذ بعث الله آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة.